بالنسبة لتكريمات الطلبة المتفوقين خاصة في شهادة البكالوريا، احنا كمجتمع مدني ولا كفعاليات مجتمع مدني مهتمين نثمنوا مثل هذه المبادرات، واللي هي تعتبر مبادرات تحفيزية وتشجيعية لبقية الطلبة، ونتمنى ان شاء الله تحقيق نتائج افضل في ولاية طمنغسل. هذه مبادرة طيبة للمجتمع المدني اللي يقوم بها بتكريم ابنائنا، وهذا مكسب أيضا لقطاع التربية، وأيضا مكسب أن تكون هناك معدلات امتياز على مستوى هذه الولاية اللي تحصلت على أعلى معدل للتلميذة ونيني أليسيا، معدل 19.03. طلبة نسعد بمثل هذه المناسبات التي تشجعنا على تقديم أفضل ما لدينا. نشكر كل من ساهم في هذا الحق. أنا طالبة ميموني هبة فرح، صاحبة ثاني أعلى معدل في ولاية طمنغسل. أشكر الذين نظموا هذا الحفل لتكريمنا، نحن نجباء ولاية طمنغسل، وشعوري أني سعيدة جدا.